كل كائن حي قلبه بينبض، ولكل رعية عنصر أساسي بيخلي قلبه ينبض وبيخلي شمسه تشرق. هالعنصر الحيوي هو الشبيبة. تأسست شبيبة مر نهرة بتدعي ب 16 تشرين الأول سنة 2010. كانت أفكارنا كتيرة وأهدافنا أكتر وطموحاتنا ما إلى نهاية. مشينا على طريق الكنيسة تنخلي طموحاتنا تكبر. حطينا إيدينا بإيدين بعض وبلشنا المشوار. كان أول نهار وتاني نهار والأيام عم تمشي. عرفنا الضيعة شو بدها، والأهم عرفنا نحنا شو بدنا وشو فينا نعطي. وكانت بداية الطريق. مشينا بشوارع الضيعة، فتنا بيت وبيت، صلينا ورقصنا وضحكنا وما ننسى فرحة العالم فينا. الكل هلل والكل عيد معنا عيد البربارة. تعاوننا وسهرنا، سقعنا وتعبنا، بس حققنا اللي بدنا اياه. بليلة الميلاد ضوينا احلى شمعة وضوينا احلى شجرة. شجرة بالساحة مزينة باحلى نجوم، وشمعة قدام مغارة المسيح، وشهدنا سوا على مولده. امهاتنا ما نسيناهم، كرمناهم، قدسناهم، عيدناهم وفرحناهم. ما مننسى كل وردة منا عطيناهم اياها، كيف فرحت قلوبهم. شفنا البسمة على وجوههم. عشنا زمن الألام يوم بيوم ولحظة بلحظة. كلنا اشتغلنا وجسدنا العشا السري، شاركنا المسيح ألامه ومعه صلينا. وبقيامته كان القبر منور وطالع منه البخور. كلنا كنا عم نهلل ونرتل أحلى الترانيم، ومثل كل سنة فرحتنا كبرت أكتر وأكتر لما شفنا أولاد الرعية عم بيعرفوا شو هو المسيح، عم بيعيشوا مع المسيح بالمناولة الأولى، عم بياخدوا جسد المسيح. كلنا شاركناهم الفرحة وانبسطنا معهم. ما نسينا الأهم، عيد شفيع رعيتنا، عيد مار نهرة. كبار وصغار حضرنا على العيد، نسوان ورجال، تعبنا بس بالآخر
سهرنا وتعشينا وأكثر من 400 شاب وصبية شاركوا معنا بهالاحتفال، وأكيد كان مرنخة فخور فينا ونوره طايف علينا. ما اكتفينا وخلينا هالشي محصور بيناتنا، فتحنا صفحة على الفيسبوك لكل العالم. الكل كان عم بيشوفنا، الكل كان عم بيعيش معنا، عم بيشوفوا نشاطاتنا. أكثر من 1000 صديق وصديقة منتشرين بالعالم كانوا عم بيعرفوا كل شيء. كنا عم نبشرهم بالمسيح من خلال الإنجيل اليومي ومن خلال عظات نهار الأحد. هيدا باختصار نشاطاتنا لهالسنة. سنة كانت مكللة بالنجاح، وهالشي بفضل أشخاص ساعدونا ودعمهم كان كتير كبير لإلنا. شبيبة الأمل والنجاح يلي كانت ورح تضل شعارة الأول بالأخير. ما تقولوا عمرهم صغير، قولوا طموحهم كبير.